aujourd'hui, il y a des gens qui viennent et qui remettent en cause tout ça. Mbadil se donne le droit d'aller pousser la violence à l'extrême jusqu'à dire qu'il faut jeter le drapeau dans la poubelle. Moi, mon drapeau, c'est ce drapeau qui est mon drapeau. C'est le drapeau qui est mon drapeau. أنا شخصيا ونتحملها أمام الشعب الجزائري نتحملها أمام الجميع هذا العالم فيه دماء الشهداء فيه دماء الشهداء فيه دماء الشهداء ما نبدلوش العالم تاعنا بالعالم واحد آخر في شرقها في غربها في شمالها في جنوبها هو الوعاء هو الوطن السقف هو العالم الوطني أما العالم تاع الأمازيغ نحن أمازيغ في كل شمال إفريقيا يجمعنا أصلنا الأمازيغ من ليبيها من تونسها من مغربها من الجزائرها وهذا بالعكس كان من المفروض أن الجزائري يعتز لأن هذا الشباب الجزائري ما راحش يحرر فقط الجزائر راح يحرر المغرب راح يحرر شمال إفريقيا راح يحرر الشعوب لهذه المنطقة ليبيا أنا لست جزائريا أنا قبائلي من كينين دي ونكس خميما اكس ونن فرحات مهنين ما كان دا جزائرين اكس عان لو دروا دو بوزي توت لي زيدي كيل فو فرحات مهنين دي وني ديف كان فشتين لوتونومي يتولي بلي سويسرا تفرح سمورت سي الهم الى قصد الشعب المثمور الى لي كابيل دخل من دوله واحد سن ضباط شباب سيقومون بحراك وتتحرر المؤسسه وتكون تنسجم مع الحراك تاع الجزائريين تنسجم مع حراك الجزائريين ضباط شباب تكون له الكفاءه والاليه انها تتحرر من العصابه حتى العصابه الموجوده داخل هذه المؤسسه وشكرا